التحدي الثالث معانا النهارده في الجول وفوجينكس التاج بول او بالبلدي كده من الاخر تنس الكوره. القوانين ما تلمس الكوره اكتر من 3 مرات، تلمسها باي حته في جسمك بقى، كتفك، بالقدم اليمنى ما فيش مانع، بالقدم اليسرى ما فيش مانع، راس ما فيش مانع، لكن اكتر من 3 خبطات تحسب نقطه عليك. واللعب ده اكتر بتعمل على التحكم، لو بنلعب على التحكم ما فيش زي الحاوي طبعا، الكره ما بتطلعش من رجله. استاذ فتحي حسين قبل كده قال على كابتن محمود عبد الحكيم بيجي مع الخط بيعمل الحنجيله محدش بيقطعها منه. بغل بس مش محسوبه. هنا برضو الكباتن في فوجينكس متحكمين قوي. معلش التسرع برضو بيجيب النتائج دي. 3-1 كابتن بقى تاخد ياخد التحدي بجد. شايفين طبعا الكوتش بتاع فوجينكس تحس حافظ الترابيزه والحاول لسه متسرع مش مشكله. اول مره العبها خلي بالك. الله 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 الله, الله. استفزت الحاوي يستحمل بقى. لا 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 شكله هيستحمل. هيبدا يهدي الريتم والكوتش بيستعرض. كابتن حود ما قال لك اقرب على الشبكه نعملها تنس بجد. خلاص انا اما اقرب له على الشبكه. قال لك اسلوب رجوف الدير ده مش هينفع، نشوف نادال بيعمل ايه. اما قرب على الشبكه تاني. كابتن مشغل دماغه اكتر دلوقتي عشان اقرب على الشبكه. حسب المسافه غلط. هديه تانية. لا الكوتش بدا يبقى طيب في نهايه الجيم. كانت 9-1 بقت 9-5. شكلها ريمونتادا. ريمونتادا بجد 9-6. الحاوي بيتحكم في الريتم تاني. عامل ريمونتادا جامدة قوي. بوظها تاني. رجعت انا اقرب من الشبكة. ماتش بوينت الأخيرة. ريمونتادا ولا هيسلم الكابتن؟ قياساً لأول مرة زور مش بطال الكابتن.